كيف العاده غادي نهضروا على المواضيع اللي كتحماقوا اليوم اللي هما اللي عندهم علاقه مع الكريبتو ان اف تيز الميتافيرس داكشي كامل. لان كنلاحظ فلاشي ملي كندوي على شي حاجه ديال الفوركس ولا ستوك ما كتبقاش التفاعل كيف ما هو. قولوا لي في الكومنتير باش نعرف واش كيهمكم الدومين ديال الكريبتو هادشي جديد اكثر من داكشي ديال التداول ديال شحال هادي ديال الفوركس لي زاكسيون سي تي باش نعرف شنو بقى ندير لكم في المحتوى. المحتوى بيان سور اللي غادي يعجبكم، ما درتش محتوى اللي ما غاديش تهتموا به. ما تنساوش قبل تبداو الفيديو وتفرجوا فيها كامله لايكيو وتبارطاجيو داكشي كامل التشجيعات راكم عارفين. دونك ما غاديش نطولوا بزاف في التقديم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعدا هاد الفيديو هادي غادي نشوفوا غادي نطرو على لانش باد اللي فات ديال ريل وغادي نهضروا على لانش باد الماجي اللي ديجا بدا. دابا ما حتاجوش نبقى نقول لكم كل مره، راه بقات لكم يومين باش تبداو وكذا، راه وريتكم الطريقه دونك خاصكم تكونوا عارفين شنو كاين. مازال له 3 ايام في سناب شوت ديك البيريود د انسكريبسيون عاد باش تونجاجيو البيت ديالكم. ثاني حاجه اغلاط العاوت اللي اكتشفنا بان درناهم الصراحه اللي درتهم انا في الفيديو اللي فات، ملي كنت صراحه زربان ديك المره وكنت باغي ندير لكم فيديو بالزربه قبل ما يفوت الوقت وبقيت شي حوايج ما تبتلهمش صراحه. المهم حوايج ديال الانسان تيغلط. من شكرا صحيتو لي كاملين في لي كومونتير كنشكركم بزاف. وحاجه اخرى نسيتها، حاجه اخرى، الناس اللي شاركوا في تفرضوا راه تفرق على 50 واحد راه عطاوني ليستا ديال الناس غادي نحاول ندوزها لكم فيت في. كل واحد يشوف اليوزر اي دي ديالو ويكومونتي ليا تما بان راه ربح السميه الركنيه. السيمانه الجايه ان شاء الله راه غادي توصلكم 100 دولار ديالكم، غتكون بالقيمه ديال البيت، اوكي، ديال العمله ديال البيت داو. بداو على بركه الله. اوكي، دونك حنايا بكم ديالنا ديال باي بيت، كما كتعرفوا دائما خاصكم تمشيو لهاد الجهه هادي، بلوس غدير لانش باد وغادي يعطيك لانش باد اللي كاين الجاي. دونك هو ايزي، سي فورنيسور ديال واحد الملتي تشين ديال ليكيديتي في البلوك تشين، اوكي. المهم ممكن تدخلوا عليه تقراوا عليه بزاف باش تفهموا شنو علاش تيخدم، اوكي. اللي كيعجبني انا الصراحه، اللي كيعجبني في لانش باد ديال باي بيت هو ما كيديروش لانش باد ديال نيمبورت لي زعما اي كريبتو كيف ما كانت ولا اي توكن كيف ما كان، مي تيكون عنده زعما عنده واحد المشروع زوين وعنده واحد المستقبل وممكن يزيد يكبر. قبل ما ندوزو نهضروا على لانش باد ديال ايزي غادي نشوفوا سميتو الجرافيك ديال الريل اللي هو اللي كان ديك المره دار واحد الحاجه مسطيه وراك داير لايف انستغرام مع الدراري كاملين باش يشوفوا كيفاش خدمنا. دونك هنايا كانت الطريقه القديمه كنشوفوا دابا الجرافيك هذا نفس الساعه، اوكي. شوفوا الشمعه الاولى كيفاش مشات، حبست حتى 8 دولار تقريبا وعاود طلع حتى 28 دولار. يعني بالنسبه للمشكل كي كاين تيقول لك دائما ولا دخلتي في الشمعه الاولى ما يمكنش تدخل فيها، اوكي، هاي الشمعه الاولى خصني نشوف 5 دقائق بعدا ماشي الساعه باش نوريكم الجراف كيفاش داير. دونك ها الشمعة الجرافيك ديال 5 دقائق. الناس كاملين تقول في الكومنتير أميرة ما يمكنلكش تدخل الشمعة الأولى راه امبوسيبل، واخا نمشيو على حسب هضرتكم ما يمكنش. أنا اللي اكتشفت مع الدراري ديك المرة في اللايف ديال انستغرام سيكو هنايا باي بيت دايما الشمعة الثانية ديال 5 دقائق تيكون دير فيها الربح بزاف، ماشي ربح بزاف مي ممكن تربح منها. علاش؟ لأن كتكون عندهم دايرين واحد القاعدة تيحميو بها الصراحة داك الشاري وداك اللي باغي يبيع تيمنعك تريدي في 5 دقائق الأولى. يعني الناس الوالة اللي تكون شاركوا في لانش باد هما اللي كتطلعوا هاد الطلعه هادي وتستافدوا منها ممكن يبيعوا، اوكي. اللي كيربح التوكن من لانش باد هو اللي ممكن يستافد من هاد الشمعه الاولى، اما اللي باغي يتريدي كيبدا عنده الحق التريدينغ حتى لهاد الشمعه هادي الثانيه. دونك الشمعه هادي 5 دقائق الثانيه في 7 دولار شوف شحال وصلت، راه حتى 21 دولار القيمه ديالها، اوكي. ممكن تخرج مثلا غير في الماكسيموم اللي كانت طلعت فيه الشمعه الاولى كيف ما بغيتي ديك الساعه نتوما على حساب الفلوس اللي غادي تحطو على حسب فوقاش باغي تخرج فوقاش باغي دير اللي بغيتي. المهم ديك الساعات هذا القرار كيرجع لكم. المهم القاعد اللي لقيناه هو دائما دخل في الشمعه الثانيه ديال 5 دقائق. هذا الشيء في الناس اللي باغيين يتريدوا بامب وباغيين يعني يتريدوا في الليستينغ، اوكي. هذه من جهه. ثاني حاجه كيف قلت لكم التوكن والعملات ديالهم ماشي زعما عملات اللي تخاف منهم. يعني حتى انا بغيتي تبقى هولدي شوف فين وصلت، راه دارت مزيان دخلتي في 7 دولار راه دارت تقريبا هنايا في 3، اوكي، ضربات في 3 تقريبا. هذه بغيتكم تستافدوا صراحه من هاد لي لانش باد من هاد لي ليستين ديالهم لان فيهم الفلوس وساهلين صراحه وما فيهمش الريسك بزاف، اوكي. دونك تكون خفتي راسك ما هبطش كاع لو بري، ما هبطش كاع الشمعة الاولى كاع ما عاودش هبط. المهم نتوما غادي تشوفوا ديك الساعات انا كنعطيكم النصائح وانتوما عاود تشوفوا اللي غادي يسلكم، اوكي. دونك انا اللي كيف ديما كنقول لكم لانش باد كنشارك فيه وهاد المره غادي نشارك فيه غادي نحاول نحط فريمون كابيتال كبير. راكم شفتوا دابا عندي 2000 بيت مي غادي نزيد العمر اليوم، اوكي، لان ما فيهاش الريسك صراحه. وغنتريدي في الليستينغ حتى هي ديما كنخلي عندي السولد هنايا 7000 يو اس دي تي غنتريديها حتى هي باش نتريدي في البامب زعما باش نحاول نربح من الليستينغ. دابا نمشيو حنايا الايزي. بالنسبه للايزي اللي تغير في هذه المره سيكو البري ديال التوكن ايزي غادي تكون كتساوي 4 سنتيم ماشي 1 دولار هذه المره،
و لا لوكاسيون طوطال ديال لانش باد ما غتكونش 500 الف بحال المره اللي فاتت، مي غادي تكون 11 مليون و 250 الف ايزي، وهي تقريبا اجي تشوف راه ماشي غنشوف شحال تخرج لنا تقريبا بالدولار. غادي تجي نديرو 11 مليون و 250 الف فوا 0.04 هي 450 الف دولار تقريبا. يعني هي الارقام اللي كيتبدلوا، يعني انت ملي غتسالك في لانش باد غادي يجيك توكن بزاف، ويعني لا فالور ديالهم ما غتكونش كثيره بزاف، يعني تقريبا راه بحال لانش باد اللي فاتوا، غير هو التوكن غادي يجيوك اكثريه. عاوتاني مهم صراحه تقريبا بحال بالنسبه ليا بحال اللي غنقولوا تقولي باشي شويه، ولاني الا التوكن مثلا كثر مثلا جاوك نفرضوا مثلا جاتك 400 ايزي نفرضوا شحال نشوف شحال غتجي، غتكون هي تقريبا 16 دولار. الا ديك 400 ايزي وصلت وصلت ال 1 دولار في يعني في دابا واحد العام ولا عامين، راك راه تبارك الله الربح اللي غادي دير راه ما ساهلش، يعني راه مزيانه كتبقى. دونك بالنسبه كيف قلت لكم داك السناب شوت راه بادي، البيريود انستاني راه بادي، خاصكم تكونوا حاطين البيت ديالكم. بالنسبه للطريقه راكم عارفين داكشي كيف ما ديما، نهار 19 بقات تقريبا 3 ايام دابا 300 ونص، وغادي تطلق غادي تليستا في بلاتفورم ديال باي بيت. دونك اللي مازال ما حطش دابا يديبوزي البيت ديالو، ديما عشان نديرو نديرو بحالي، انا حط واحد الاماونت ديال البيت في الكونت ديالي باش كل لانش باد نبقى نحطو فيه. اوكي الانسكريبشن غادي يبدا ان شاء الله في 20 في هذا الشهر هذا. اوكي دونك الاغراض اللي كنا درنا ديك المره اللي كنت درت الفيديو هي كنت نسيت بان الليميت في كل لانش باد اللي هو 500 كان 500 توكن 500 غير، انا كنت قلت لكم غنربح 1500 داكشي باش الحساب فيه كثير، الليميت هو سميت هو 500. هنايا كما كتشوفوا البلافون هو 10000 ايزي، يعني صراحه غلط درتو ما انتبهتلوش، شكرا بزاف نبهتو عليه في لي كومونتير. كما قلت لكم حنا هنايا باش كنتعاونوا كنتعلموا اونصومبل كنحاولوا يعني نجربوا اونصومبل، ماشي زعما تساينوا مني نقول لكم الطريقه ها كيفاش تربحوها كيفاش، لا انا كندير تجارب وكنشاركهم معكم. والمره اللي فاتت كانت جاتني 10 ديال غيل، كنت حطيت تقريبا 10 دولار، يلا جاتني 10 ديال الريز. شنو كان وقع؟ دونك كانت طلعت فين كانت طلعت 10 دولار وبعت 10 دولار، يعني ربحت تقريبا 100 دولار ديالي، وشاركت في كنت باغي نشارك في الليستينغ، ولاني كانت صراحه فاتني ديك الوقيته مع داير اللايف وهذا، مي غنحاول المره الجايه في هذا ايزي هذا غادي نحاول سميتو نسجل كلشي، واخا راه واخا المهم غنوعدكمش بان اللي غنديرو، واني غنحاول لان صراحه كتكون ستريسي شويه. دونك حاولوا تحطوا البيت ديالكم وجدوهم. دابا غادي نشوفوا الناس اللي كانوا ربحوا، دونك غنبارطاجي معكم الفيشي وغادي نشوفوا هذا البلان هذا اونصوب. هادو هما لي زايدي ديال الناس اللي ربحوا، كاين تقريبا كيف قلت لكم 50 واحد. دونك الدراري اللي شاف اليوزر اي دي ديالو في باي بيت يدخل هنا يدخل يشوف يتاكد ويعلمنا في لي كومونتير. راه ديجا كنت قلت في انستغرام باش تنقول لكم ديما تبعوني في انستغرام باش تبعوا داكشي حصري. المهم ها نتوما هما عندكم كلشي هنايا، تاكدوا السيمانه الجايه قالوا لي راه غادي نصيفطوها لكم نورمالمون. دونك هذا ما كان غادي تجي تقريبا 40 بيت لكل واحد، اذا جيتي تشوف واحد 2 دولار للبيت، انا ملي كنت درت الحساب ديال شحال هادي كان البيت داير 2.50، دونك غتجي تقريبا ديك 1000 درهم، الا ما غتجي ديك 900 800 درهم بحال هكا. المهم مزيان تبداو بها باش يلا يشري بها شي حاجه والكابيتال بصح تكون الدراري. وان شاء الله بالنسبه اللي ما ربحش راه كنوعدكم غنحاول ندبر لكم على ديزر دروب واحد اخرين باش كلشي يبقى فرحان وكلشي يربح، غير احترموا لي كونديسيون اللي ما تقيدش مليان تقيد مليان باش يحاول يشارك في هادشي اللي غنبقى نجيب لكم ان شاء الله. المهم انا كنحاول ندير بجهدي باش نتهلا فيكم. هذا ما كان، راه كاينه واحد دايرين واحد المسابقه اخرى تنهضر لكم عليها. المهم هادو بالنسبه للناس اللي كيتريديو اللي عندهم واحد البيانات ديالهم مشهد وكذا راه ممكن ديروها، هي كاينه هنايا في جينجل براو. دونك صراحه تدخلوا تقراو الديتاي المسابقه، انا مازال ما بحثتش فيها، مي ممكن نتوما لا تقد تفيدكم تربحوا 1 مليون دولار ديال يو اس تي تي اللي ممكن تربحوها. مبروك بزاف الناس اللي ربحوا، والله الا فرحت لكم بزاف، ما تنساوش تقاسموا معايا. صافي الا كان عندكم شي اقتراح ولا كانت بالكم عاوتاني شي غلطه درتها ولا شي حاجه خليوها في لي كومونتير، تشوفوا من الدراري هو بطريقه طيبه الدراري، راه انا غير كنبارطاجي معكم، راه ماشي تنقول لكم انا اكسبير ولا شي حاجه، راه غير تنشارك معكم التجربه ديالي وصافي. غادي نجيب ان شاء الله واحد السيد معروف هادشي ديال البلاي تو ايرن، سميتو جولد فيروس في لاشين يوتيوب ديالو، كيهضر على شي ديال بومب كريبتو شي حاجه
المهم الالعاب اللي كتربح منهم كريبتو غادي نجيبو ان شاء الله. انا صورت معاه فيديو غنحطها لكم قريب ان شاء الله. هذا ما كان وهادشي اللي كاين بوغ هاد لا فيديو ما كانش طويله بزاف. الفيديو ديال الماجي غادي نهضروا على الميتافيرس. جبت واحد السيد اكسبير في هادشي الميتافيرس. غادي نهضروا على كاع دوك لي مو تكنيك اللي ما كتفهموهمش بحال ديفاي بحال ستيكين بحال لانش بول لانش بول. هادشي كامل غادي نفسروه غادي نبسطوا داكشي. غادي نحاولوا نهضروا بالدارجه ونقربوا للناس اكثر باش يفهموا بان كاين دي بروجي اللي كبار ومهمين اكثر من هادشي ديال غير سري الكريبتو وبيعها وكذا. فهمتيني شي حوايج اللي ما عارفينهمش الدراري مي غير ما تلقاوش المعلومه هكا بالعربيه باش تبسطوا لهم المفاهيم وتاومي يدخلوا في هادشي ويستثمروا فيه. غادي نهضروا على كيفاش دير تستثمر في الميتافيرس بطرق اللي ساهلين بزاف. هادشي كامل ان شاء الله غنشوفوا الفيديوهات الماجيه راه ديجا مصورين غادي خصهم غير تمونطاو. هادشي اللي كاين ما تنساوش تلاكيو وتكومونتيو ولا عندكم شي كاسيون عجبتكم الفيديو وبارطاجيوه الدراري باش تعاونونا نوصلوا الفكره لبزاف ديال الناس. نشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.